نجحت قوات خفر السواحل الإيطالية في إنقاذ 19 مهاجرا أفريقيا على متن زورق خشبي، وتم نقلهم إلى جزيرة لامبيدوزا. وقد تزايدت عمليات مغادرة قوارب المهاجرين من ليبيا وتونس إلى إيطاليا وأجزاء أخرى من أوروبا في الأشهر الأخيرة بسبب دفء الطقس. وأظهرت البيانات أن نحو 11 ألف مهاجرا وصلوا إلى السواحل الإيطالية منذ بداية عام 2021 بدلا من 4105 مهاجرين في نفس الفترة من العام الماضي.